أنا الحقيقة ما بفهمش على الإطلاق القصة بتاعت إنه الناس بتقع في نفس الفخ أكتر من مرة، قد لا يكونوا نفس الأشخاص لكن هو نفس المجتمع. يعني تيجي منصة ولا يجي أبليكيشن ولا يجي مجموعة ولا تيجي شركة ينصبوا على الناس أونلاين. طيب كده المفروض جدلا ان احنا نفهم بعد المرة الاولى بالكتير المرة التانية انه يا جماعة لا داعي للخوض في مثل هذه الامور، يلا بينا مش عارف نعمل الشجرة، يلا بينا مش عارف نستثمر في البطيخ، يلا بينا مش عارف نعمل ايه في ويتنصب على الناس في فلوسها وبالملايين، يعني مئات الملايين بتروح مرة في التانية. المفروض ان مفيش تالتة ولا في رابعة ولا في خمسة، فتجد انه برضو 80,000 مواطن يتنصب عليهم في 500 مليون جنيه نتيجة المراهنات على منصة شهيرة على نتائج المباريات، مراهنات بقى المكسب زي اللي بنشوفها في الأفلام الأمريكاني. إيه ده؟ طب إيه اللي بيخلي الناس تقع في ده؟ أنا مش قادر أفهم. طب وإزاي نقدر نحول دون الوقوع في مثل هذا الفخ؟ خليني اخد معايا على التليفون المهندس احمد والي رئيس قسم نقل البيانات باحدى او بواحده من كبريات شركات الاتصالات في مصر والعالم العربي. اهلا بيك يا باشمهندس احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مساء الخير يا استاذ يوسف، كل سنه وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين. رمضان كريم عليك. بقى الناس كل مره تقع في نفس الفخ، وكل مره نكلمك وكل مره تحذر وتشرح والناس برضو ما بتبطلش، نفسي افهم ليه؟ والله هو اللي انا مزعلني ان حتى النصابين نفسهم ما بقوش عندهم اي كرياتيفيتي او ابداع، يعني نفس الطرق هي، يعني تعددت الاسماء والشكل واحد في الاخر. انا فاكر لما قعدت مع حضرتك من حوالي سنه كان في مشكله الهوك بول، كان شكل مختلف بس هو في الاخر نفس الطريقه، اللي في الاخر انت ادفع لي فلوس وانا هكسبك، وهكسبك في الاول شويه عشان تبتدي تثق وتطمن، وبعد كده هتبتدي تديني 1000 هديك 2000، هتديني 5 هديهم لك 10، هتبيع عربيتك وبيتك وتديني 100,000 مش هيرجع لك حاجه. فهي نفس الطريقه، المره دي بس جودوا شويه وخلوا فيها كمان تسويق هرمي كمان، قال انت ايه تدفع لي فلوس ولو جبت حد كمان يدفع لي فلوس هتاخد انت نسبه عليه. ايوه المره دي عملوا الشجره بتاعت زمان دي بالظبط كده، هم عملوا ميكس بس بين الطريقتين القدام، لكن هي نفس الطريقه ونفس الشكل ما بتغيرش. طب ايه اللي ممكن يتعمل علشان الناس تبطل تقع في هذه الافخاخ؟ او ايه النصيحه اللي قدم؟ يعني انا مش عارف ننصح طيب. ما بيلتزموش، طب نعمل ايه؟ طبعا هو اهم حاجه طبعا الوعي، وانا بشكر حضرتك على البرنامج اللي حضرتك بتعمله والفقرات اللي بتعملها دي اللي هي بتزود الوعي عند الناس. انا عندي 5 نصايح للناس بصراحه، يعني عن نفسي كده ايه واحده واحده كده يركزوا معايا وان شاء الله ما يقعش في اي فخ. اول نصيحه، مفيش فلوس بدون تعب. طبعا مفيش حد كده بيحط حاجه وفلوسه تتضاعف في يومين، مفيش حاجه اسمها كده. تاني نصيحه، مفيش حد على الانترنت ما يعرفكش هيدي لك فلوس، ما تثقش في حد يقول لك اديني 5 جنيه هرجعهم لك 10 جنيه، مش هتحصل وما حصلتش. اعرف ان في لازم تشك على طول. الحاجه الثالثه واللي هي كانت جديده قوي في المره دي، ان هو طلبوا من الناس يحولوا الفلوس، مش دخل كريدت كارد مثلا زي كل مره، لا ده انت بتدفع فلوس عن طريق رقم موبايل، يعني هو حاطط على الموقع او على المنصه رقم موبايل بتحول عليه فلوس. فانا بخش بمحض ارادتي احول فلوس لنمره موبايل انا ما اعرفهاش. فيعني لو لقيت رقم تليفون بيقول لك حول لي فلوس ما تحولش، ما انت ما تعرفش مين ده، يعني ده الف به كده، رقم تليفون ما تعرفوش ما فيش بينك بينه اي تعاقد ما تحولوش حاجه. النصيحه الرابعه، ما تثقش في اي معاملات ماليه خارج اشراف الدوله. طبعا يعني بقى اشراف البنك المركزي، وزاره التضامن، البورصه، وزاره الماليه، اي حاجه تحت اشراف الدوله، الرقابه الماليه، يعني ارجع للحاجات دي مثلا، لكن اي حاجه ما تعرفش عنها حاجه وبره اشراف الدوله ابعد عنها تماما. النصيحة الخامسة، دايما اسأل نفسك سؤال مهم قبل ما تحط فلوس، لو الفلوس دي اختفت او للراجل اللي انا بحط عنده الفلوس ده اختفى، هسترجع فلوسي ازاي؟ ايه هي الآلية القانونية اللي هقدر اعملها عشان استرجع فلوسي ده؟ لو ما لقيتش آلية قانونية واضحة تقدر تسترجع بيها فلوسك في المكان اللي انت حطيت فيه الفلوس ده، ما تحطش الفلوس. يعني منصة دلوقتي حطيت لها فلوس بتقول لي اديني 1000 جنيه، طب المنصة دي لو اختفت هسترجع ال 1000 جنيه ازاي؟ مفيش، مش هعرف، خلاص يبقى ابعد عنها. لكن مثلا هروح احط فلوسي في بنك تحت اشراف بنك مركزي مثلا، في بورصه هي جهه معروفه، لكن حاجه اسال نفسك السؤال ده، لقيت السؤال ليه اجابه اكمل، سؤال ملوش اجابه ما تكملش. فدول 5 نصايح احب اقولهم للناس لعل الناس تستجيب وتستوعب وتبطل تحط نص مليار راحوا على الناس مع الاسف.
مع الأسف. أنا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. المهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بإحدى شركات الاتصالات.